ولتحليل أبرز ما جاء في السوق العالمي ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أستاذ نديم السبع الرئيس التنفيذي لشركة فيرست فاينانشال ماركتس. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. تحياتي وشكرا على الاستضافة. شكرا أستاذ نديم. يعني أبدأ مع حضرتك والمشاهدين بخام برنت والذي ارتفع مؤخرا بسبب التوترات الجيوسياسية وأصبح في نطاق $90 للبرميل. ما رؤية حضرتك لأسعار الخام الفترة المقبلة وهل تشهد ارتفاعات أخرى؟ يعطيك العافية. نعم بما لا شك فيه بعدنا إيجابيين على سعر برميل النفط بس ولكن ما رح نكون عندنا استهدافات كثير مخيفة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية. يعني بالنسبة لنا عم نحكي نحن ممكن يكون عندنا بعد ارتفاع بحدود $4-5 يعني نحكي بحدود $95 ناتج عن 3 عوامل أساسية. العامل الأول هو توقعات تخفيض معدلات الفائدة وهذا ما يدفع كل المعادن إلى الارتفاع والسلع بينتهم الذهب والنفط. عندك الصين اليوم الصين رجعنا شفنا شوية أرقام جيدة بالصين وبالتالي عندك الأرقام الجيدة بالصين بتدعم شوي زيادة الطلب على سعر برميل النفط. التخفيضات اللي عم تحصل من أوبك وعندك كمان كذلك الأمر التوترات الجيوسياسية. يعني عندك 3-4 عوامل عم يدعم سعر برميل النفط وبتساعد الفعل أداؤه كان أكثر من جيد. هلا هذا الشيء كمان حيكون له نتائج جدا عكسية على معدلات التضخم. يعني إحنا أكيد بدنا نشوف معدلات التضخم عم تنخفض والسعر برميل النفط اللي هو جزء كثير كبير بمقياس التضخم عم يرتفع. ولكن نعم ما زلنا ايجابيين على سعر برميل النفط مستهدفين $95 $94 نعم. عن التوترات الجيوسياسية وعدة عوامل ذكرت لك اياها. نعم، في ظل هذه التوترات الجيوسياسية أستاذ نديم، سجل الذهب مستويات قياسية قرب $2,300 للأونصة. ما رؤية حضرتك لمسار المعدن الأصفر وهل يقترب لموجة تصحيح أم سيواصل الارتفاع مدعوما بزيادة الطلب في ظل التوترات الجيوسياسية؟ نعم، هلا الذهب ارتفع لعدة أسباب. السبب الأول هو تخفيضات معدلات الفائدة أو التوقعات عم نحكي تخفيضات معدلات الفائدة. وإذا بدك الأسواق بلشت تسعر هذه التخفيضات، كمان شفنا الذهب عم يعمل 2304 2305. توترات جيو سي سي كذلك عمل وخاصة من التوتر بين يعني هلا توتر جديد أو ضرب أي سوق جديدة الذهب عم بيسعرها وبالتالي ارتفاع هذه الأسعار. ثلاثة، في اليوم خلل بين الطلب والعرض، الطلب كثير كبير والبنوك المركزية عم تشتري كثير ذهب والعرض الموجود وتحديدا بالمناجم كثير قليل وبالتالي كل هيدي العوامل أدت لارتفاع سعر الذهب. هلا كنا اذا بدك انا وياك عم نحكي من مقابله من قبل وكلنا عم نقول انه نحن مستهدفين 2250 2300 بما لا شك في جبنا الاهداف. حاليا نحن عم نحكي هلا انا بعتبر حالي لا انصح بشراء الذهب عند 2300 صراحه، يعني لن اقوم بشراء ذهب عند اعلى مستوى الالوف في التاريخ. تفضل انطر تخارج بعض المستثمرين او عمليه بيع على المكشوف على هذه المستويات بتدفع اسعار الذهب من 2150 2200 عفوا 2150 و2100 قد نتمركز شراء مرتين عند هذه المستويات. ولكن حاليا بعدنا ايجابيين على سعر أونصة الذهب ولكن غالي نشتري هلا صعب نشتري هلا. تفضل انطر تصحيح تخارج لبعض المستثمرين اللي اشتروا من تحت قبل ما ادخل شراء مرتين وبالتالي ولكن ما زلت ايجابي على سعر أونصة الذهب. نعم، ننتقل مع حضرتك للاسواق الامريكيه. ما رؤيه حضرتك لمؤشر ناسداك؟ يعطيك العافيه. هلا الناسداك بما شك في اداؤه جيد. نعم، شفنا كان اخر يومين عم يشتغل بسايد ويت موفمنت يعني بطريقه عرضي صحيح. كان ناتج عن تصحيح لانه انت بتعرف الارتفاعات الكبيره الاول تايم هايز اللي عملها ناتج عن تصحيح جدا ولكن ما زلنا ايجابيين على مؤشرات الناسداك. قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحده الامريكيه اداؤه اكثر من جيد، اساسيات السوق بالولايات المتحده الامريكيه اكثر من جيده، عندك نتائج الشركات اكثر من جيده والاسواق حاليا عم تتساهل معدلات الفائده المرتفعه وبالتالي مؤشر الناسداك ما زلنا عليه ما زلنا ايجابيين عليه وعندنا استهدافات اذا بدك فيه سميني كان يعني انا بعد عمر مصدر عندي $18,600 للمؤشر الناسداك. يعني بعد نشوف عندنا اول تايم هايز اكثر واكثر باستهداف 18550 18600 صحيح. ايضا وماذا عن مؤشر الداو جونز؟ كذلك الامر الداو جونز مبين عليه. الداو جونز كان عم يعمل اخر يومين يعني اخر جلسة تداول كان اداؤه سيء شفنا عم ينخفض. اليوم حافظ على بعض المكاسب اللي عم بحققها اليوم مرتفع تحديدا بحدود 0.43%. باعتقادي انا الناسداك عنده مستهدفات 40,400 ممكن تكون هذه المناطق عند الناسداك عند عفوا على الداو جونز 40,400 قد تكون هذه المناطق على الداو جونز مناطق شرائيه يعني يتمركز فيها الشراء باستهداف 40,400 40,500. نعم استاذ نديم، المواطن العربي البسيط غير المتخصص في الاسواق الامريكيه يتساءل هل الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم الأمريكية؟ وما هي القطاعات أيضاً أو المؤشرات التي تنصح بالاستثمار فيها للمبتدئين في السوق الأمريكي؟ هلا إذا لا كنت عم جاوبك على سؤالك، هل تنصح فيها الاستثمار في السوق الأمريكي؟ حالياً لا، هو ضرب من الجنون إنه نستثمر أموالنا بمؤشر عم يعطي أول تايم هايز يعني عند أعلى مستوى في التاريخ. بفضل ينطر أنا المستثمر تصحيح
عميق بالاسواق، يعني انخفاض 15-20% قبل الدخول، ولكن الدخول حاليا هلا لا ما 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 منيح، يعني ما منيح ولا لا يوجد عائد له. يعني ينتظر او التأني، ينتظر طبعا. كذلك الامر اليوم قبل ما يدخل على هذا السوق بده يفهم اساسيات هذا السوق والمخاطر الموجوده في هذا السوق، كيف هذا السوق بيتحرك، وكيف هذا السوق فينا نحقق منه ارباح، وكيف فينا نحقق منه خسائر كبيره، وبالتالي بده يكون عنده النولج الكامله والمعلومات الكامله عن المخاطر الموجوده بسوق الاسهم، تحديدا بسوق الاسهم الامريكيه. كذلك بدنا نشوف نحن هو بشو بفضل يستثمر، هذا المستثمر شو طبيعته، هل هو مستثمر ذات درجه مخاطره عاليه، ولا مستثمر متحفظ بحب العائد على الاستثمار القليل، ولا بروح بحب على الشركات اللي بعدها هي مدرجه جديده بالاسواق اللي بتعمل فيها عائد كبير. وبالتالي هي عباره عن مجموعه من العوامل يجب على المستثمر انه يتثقفها ويعرفها قبل ما يدخل بهذا السوق. نعم، وضحت النقطة. بشكر من بيروت أستاذ نديم السبع الرئيس التنفيذي لشركة فيرست فاينانشال ماركتس لمشاركته معنا اليوم.